السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits، ونبدأ اليوم بإذن الله مع الطريقة الثالثة وهي طريقة السورس ترانسفورميشن. إذا بعدما رأينا الطريقة الأولى وهي طريقة النود وفيها السوبر نود، ثم الطريقة الثانية طريقة الماش وكذلك معها السوبر ماش، اليوم نمر إن شاء الله مع الطريقة الثالثة وهي طريقة السورس ترانسفورميشن. وهذه الطريقة تعتمد أساسا على كيفية التحول من مصدر جهد إلى مصدر تيار ومن مصدر تيار إلى مصدر جهد، وهذا سهل جدا لأنه هنا عندي مصدر جهد مع مقاوم سيريز. إذا الهدف كيف سأحول هذا مصدر الجهد إلى مصدر تيار مع وضع نفس المقاومة التي كانت سيريز مع مصدر الجهد تصبح هنا بارلل، هي نفسها لكن مع من؟ مع مصدر التيار. سوف نعتمد هنا لتحول مصدر الجهد إلى التيار أو العكس على هذا القانون. يعني الآن لو عندي أنا مصدر جهد قيمته معروفة سيتحول إلى مصدر تيار، قيمة هذا التيار هو قيمة الجهد مقسومة على قيمة هذه المقاومة، وبالتالي هذه المقاومة المعروفة توضع بارلل مع مصدر التيار. الآن لو العكس، لو عندي مصدر تيار معروف قيمة الإمبير، كيف سأتحول إلى مصدر جهد؟ هنا قيمة الجهد إذن سوف تساوي هي قيمة التيار المعروفة ضارب قيمة المقاومة، وهذا المقاوم يوضع سيريز مع مصدر الجهد. سنطبق على مثال لمعرفة هذه الطريقة الثالثة وهي طريقة السورس ترانسفورميشن. إذا عندي هنا سيركت مطلوب مني استخراج قيمة الباور من مصدر الجهد، ثم معرفة هل هذه الباور هل هي باور ابزورب أو باور سبلاي للسيركت. إذا نطبق الآن طريقة السورس ترانسفورميشن. أولا يجب أن نعرف أين مجهولي. مجهولي المطلوب هنا في هذا الإكزامبل هو استخراج قيمة الباور لمصدر هذا الجهد في هذه البرانش، وبالتالي هذه البرانش لا يجب لمسها في كل الخطوات المتبعة. نبدأ بأول خطوة. ألاحظ هنا أن عندي في أقصى اليمين مصدر جهد مع مقاومة سيريز، كيف نحولها إلى مصدر تيار مع نفس هذه المقاومة بارلل؟ قلنا قبل قليل نطبق القانون أن هنا لنحول هذه قيمة التيار سوف تساوي هي قيمة الجهد هي 40 على قيمة المقاومة التي هي معها سيريز، يعني 40 على 5 تساوي ماذا؟ 8 أمبير، وهذا المقاومة الذي كان سيريز سوف يصبح ماذا؟ سوف يصبح بارلل مع الكرنت سورس. الآن الخطوة الثانية،
ألاحظ هنا أنه عندي الخمسة أوم والعشرين أوم two branches parallel، وبالتالي ماذا سوف أفعل؟ سوف أحول الخمسة والعشرين إلى مقاوم equivalent، كم يساوي؟ هو الضرب على الجمع، يعني عشرين ضرب خمسة على عشرين مع خمسة، يعني يساوي أربعة أوم. الآن هذا الأربعة أوم parallel مع الكرنت سورس، ماذا سوف أفعل؟ سأحوله إلى مصدر جهد. قيمة الجهد ماذا تساوي؟ هي قيمة التيار ثمانية ضرب قيمة المقاومة وهي أربعة أوم، يعني ثمانية ضرب أربعة تساوي 32 فولت. والمقاوم الذي جاء عن طريق التو ريزيستر بارالل قلنا قيمته كم؟ هو 4 أوم، كان بارالل مع الكرنت سورس، سوف يصبح الآن سيريز مع مصدر الجهد، ووضع هنا 4 أوم. الهدف من هذه ترانسفورميشن واضح، ماذا أصبح عندي الآن؟ أصبح عندي الآن الأربعة والستة والعشرة سيريز، يعني قيمة المقاومة للثلاث مقاومات هذه هي كم؟ أربعة مع ستة عشر، عشرة مع عشرة عشرين أوم. إذا ماذا سوف أفعل؟ عندي مصدر جهد سيريز مع العشرين أوم، أحوله إلى current source، قيمة التيار هي قيمة الجهد 32 على قيمة المقاومة 20 فتساوي 1.6 أمبير، وهذا المقاومة الذي كان سيريز سوف يصبح parallel مع current source. simplification أخرى تأتي نتيجة هذا التحول، وهو أنه أصبح عندي الآن العشرين والثلاثين parallel، وبالتالي سأحولهم إلى مقاوم parallel equivalent، ثم يتحول مع هذا المصدر التيار. إذا عندي مصدر التيار 1.6 أمبير، وسوف أعوض العشرين والثلاثين بمقاوم جملي قيمته 12 أوم، وبالتالي مصدر التيار هذا أحوله إلى مصدر جهد مع المقاومة التي كانت بارالل سوف تصبح ماذا؟ سيريز. إذا الـ 12 كانت بارالل تصبح سيريز، وقيمة الجهد هي ليست إلا قيمة التيار 1.6 مضروبة في قيمة المقاومة وهي 19.2 فولت. ونلاحظ جيدا، انطلقنا من دارة معقدة باتباع خطوات source transformation، وصلنا إلى دارة سهلة جدا لاستخراج المجهول المطلوب، وهو الباور في مصدر الجهد. الباور في مصدر الجهد ليست إلا قيمة الجهد وهي 6 ضرب ماذا؟ ضرب قيمة التيار الكهربائي. قيمة التيار الكهربائي سهلة جدا استخراجها من هذه الدارة الكهربائية بقانون الأوم، وهي 19.2 سالب 6 فولت على 2 resistor series، يعني على 16 أوم. نجد أن قيمة التيار هنا في هذه الدارة هي 0.825 أمبير، فتكون إذن الباور هنا لهذا مصدر الجهد هي الـ V ضرب I هي 4.95 وات. هنا الباور هنا موجبة، وهذا ما يدل على أنه هنا الفولت سورس
في هذه الدارة الكهربائية هي فولتج سورس تمتص الطاقة الكهربائية.